النهاردة معانا نموذج ناجح جدا. يا رب كلكم تنجحوا، يا رب كلكم تبقوا نماذج. اهلا وسهلا بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من برنامج نماذج ناجحة. زي ما حضراتكم عارفين، هدف البرنامج ان بيكون معانا نموذج ناجح قدر ان هو يثبت نفسه في المجال اللي هو اختاره. هو جاي بيحكي لنا خبرته في المجال دوت، ازاي هو قدر ينجح، ازاي هو تحدى صعوبات الحياة، وخصوصا في مجتمع غريب علينا، غريب عن عاداتنا وتقاليدنا، لكن احنا قدها قدود. احنا بنقدر ننجح في اي مجال احنا بنختاره نقدر ننجح فيه. لاحظنا في الوقت الاخير ان حضراتكم سألتونا بالنسبة لشبابنا، وانا حضراتكم كمان سألتوا ازاي نقدر نتعلم تبع الجيش الامريكي. احنا سمعنا ان في مميزات كتيرة جدا، والاولاد اللي سنهم صغيرين ولسه متخرجين من الهاي سكول فكروا في الموضوع ده، سواء اولاد او بنات، ان هم عايزين يتعلموا تبع الجيش الامريكي، ان هم في نفس الوقت هيتعلموا احسن تعليم، في نفس الوقت كمان هيحصلوا على وظيفة ليها مركزها وليها مكانتها في المجتمع، بس هم مش عارفين يعملوا ايه، وايه هي الصعوبات، وايه هي المشاكل، طب ايه هي المميزات بالنسبة للمجال ده، طب ويعملوا كده ازاي. كل اسئلة حضراتكم احنا خدناها لكن احنا مسكتناش، وعشان كده معانا النهاردة حضرة الضابط ايوب منصور، هيوضح لينا من خلال خبرته 16 سنة في الجيش الامريكي. ربنا يباركه يا رب، وربنا يا رب يكمل معاه على خير لحد ما المدة بتاعته كمان تخلص، لحد ما هو يقول كفاية بقى مش عايز اكمل كده. لكن هو جاي النهاردة هيجاوب على كل اسئلة حضراتكم بالنسبة لموضوع الجيش الامريكي والتعليم في الجيش الامريكي، وازاي التحق، وهي الصعوبات، ايه المشاكل، كل الاسئلة اللي حضراتكم قلتها لنا هيجاوب عليها النهاردة بنفسه. نرحب كلنا بحضرة الضابط ايوب منصور ونقول له شكرا لوجودك معنا النهاردة. اهلا وسهلا. شكرا يا فندم، ربنا يخليكي. الله يسلمك. اهلا وسهلا بحضرتك، وشكرا لتلبية الدعوة، وشكرا برغم مشغوليات حضرتك، لكن حضرتك اول ما كلمناك وقلنا لك ان في اسئلة كتيرة عن موضوع بالنسبة لموضوع تخصص حضرتك، وان حضرتك كمان نموذج ناجح جدا، ربنا يباركك 16 سنة في الجيش الامريكي، ربنا يبارك يا رب، تاتش وود، ربنا يحافظ عليك. ان قلت انا عينيا الاثنين لاولاد بلدي واولاد الجالية العربية كلها، اقول لهم كل التفاصيل اللي هم محتاجينها في مجال الجيش الامريكي. ربنا يخليك، الشكر ممتد ليكي وممتد كمان لطاقم الاعداد، شكرا على الاستضافة. وانا طبعا زي ما حضرتك قلتي انا عينيا للكل، لان انا زي ما تساعد انا عايز اساعد غيري. اي استفسار اي سؤال، مش شرط تدخل، جيب سؤال في بالك عايز تستفسر عنه، انا ما عنديش اي مشكلة، هجاوبك، هشرح لك كل حاجة بالظبط، هساعدك. لو حاجة مش مظبوطة مش هعملها، لو حاجة للخير هساعدك فيها، انا ما عنديش اي مشكلة ان انا اساعد اي حد. شكرا جدا لحضرتك، وشكرا لوجودك، وشكرا لتشريفك معانا بزيل عسكري كمان. حضرتك منورنا وشرف لينا يا فندم. ده الشرف ليا. انا حاولت على قد ما اقدر اجمع اسئله الساده المشاهدين الخاصه بموضوع التعليم في الجيش الامريكي. في كتير جدا بيبقى، احنا عارفين طبعا التعليم هنا في امريكا غالي جدا، وخصوصا المرحله الجامعيه. فبيبقى في بعض اولياء الامور والاولاد كمان اللي سنهم صغير، والبنات كمان، خصوصا الجيش الامريكي بيستقبل اولاد وبنات زي بعض، زي ما حضرتك قلت لنا مفيش اي تفرقه ولا اي عنصريه خالص، ان هم بيفكروا ان اولادهم يكملوا تعليم تبع الجيش الامريكي، هيضمنوا افضل تعليم، افضل جوده، وكمان في نفس الوقت هيكون عندهم وظيفه، بس هم مش عارفين يبتدوا ازاي، ويعني ايه موضوع التعليم تبع الجيش الامريكي، نعمل كده ازاي، ونقدم لمين، وهي المواصفات، اسئله كتيره جدا. نبتدي الاول يقدم ازاي. بص، هو اوكي، هو موضوع التعليم في الجيش متقسم لثلاث حاجات، او البنفيت التعليميه اللي موجوده في الجيش متقسمه لثلاث حاجات. الجزء الاولاني اللي هو انت بتاخديه، زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، انت بتختاري الوظيفه اللي انت عايزه تعمليها، وهو الجيش هو الفرع الوحيد من افرع القوات المسلحه الامريكيه اللي بيسمح لك تختاري الوظيفه بتاعتك. يعني المارينز مثلا، ولهم كل الاحترام، اخواتنا، ما بيسمحوش انت تختاري الوظيفه، هو بيقول لك وظيفتك كذا. ما عندوش تفاهم. كمان الاير فورس فرع شقيق، اخواتنا برضو ما بيسمحولكيش ازاي ان انت تختاري الوظيفه بتاعتك. الجيش
هو الفرع الوحيد من افرع القوات المسلحه اللي بيسمح لك ان انت تختاري الوظيفه. تمام. وزي ما قلنا الجيش بيوفر فوق ال 150 وظيفه في جميع التخصصات. تمام. اللي بيحصل انت اخترتي الوظيفه، الجيش بيبعتك، ودي اول خطوه، بيبعتك للمدرسه اللي بتعلمك الوظيفه دي. أوكي. اللي بتبدا معاكي من السكراتش، من اول ازاي تمسك القلم لغايه ما تبقى اكسبرت في الوظيفه دي. وبيديك اللايسنس او الشهاده اللي انت بقيت كواليفايد باي يو اس ارمي ان انت تعمل الشغلانه دي. بس انت لسه انت في الجيش، ده معناه ان انت في الجيش، لان دي مدرسه تبع الجيش، يعني الجيش بيعلمك في المدرسه بتاعته ازاي تشتغل الوظيفه دي. فزي ما قلنا الجيش بيعلمك ازاي تشتغل الوظيفه دي او تشتغل المهنه دي في المدرسه بتاعه الجيش، ودي بتبقى اول خطوه في مرحله التعليم او مرحله البنفيت اللي بيقدمها الجيش الخاصه بالتعليم. يعني خلي بالك مدارس المدرسه اللي انت بتتعلمي فيها المهنه دي فيها احدث الاكويبمنتس، فيها احدث الماتيريالز، فيها انستراكتورز او المدرسين اللي واقفين يعلموكي الشغلانه دي، غير ان هم عندهم خبره طويله في المجال ده، بيدوكي امثله حيه. يعني بتاخدي، يعني باخد خبره وتعليم في نفس الوقت، خبره وتعليم على احدث الاجهزه يعني. أوكي. او احدث الاكويبمنتس. مدرسه جيش يعني شيء اكيد الجيش بتبقى حاجه انضباط، احسن حاجه بتتقدم، افضل جوده بتتعمل، غير افضل جوده. ساعات التعليم فيها بتبقى ستريكت، يعني مش عايز اقارن بين مؤسسات تعليميه بعينها. أوكي. لكن في مؤسسات تعليميه ما جاش يعني هو بيعلموا الانضباط وفي نفس الوقت بيحصل على افضل جوده تعليميه، لان هم بيعلموه ان هو بعد كده ازاي يقدم افضل ما عنده. بالظبط. وبعدين انت بتبقي لابسه اليونيفورم، انت بتبقي اوريدي خلاص دخلتي الجيش، يعني سواء مضيتي سواء بارت تايم زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، سواء مضيتي بارت تايم او مضيتي فول تايم. اوكي. انت في المدرسه بتاعه الجيش اللي بيعلمك المهنه او الوظيفه اللي انت اخترتيها. اوكي. فطبعا دي اول مرحله. خلينا ناخد الخطوه اللي بعدها. اوكي. خلاص انت اتخرجتي من المدرسه بتاعه الجيش دي، وبقى عندك وظيفه في الجيش. خلينا نقول انت مش مكتفيه بكده، انا عايز اكتر، عايز اتعلم اكتر. أوكي. سواء في المجال اللي انا اخترته او مجال تاني. أوكي. انت حره. اوكي. يعني مثلا فور اكزامبل هقول لحضرتك، احنا هنتكلم يعني اكبر ناس بتسال السؤال دوت التعليم مع الجيش الشباب، سواء خلص هاي سكول او حتى جاي من بلد عربية عايز يدرس لكن ما عندوش الامكانيات ان هو يدرس، وفي نفس الوقت عايز يحصل على افضل تعليم وافضل جودة، وفي نفس الوقت يحصل على وظيفة. فبيبقى عنده طموح ان هو يدخل جامعة. هل في هنا بقى الفرصة هو خلاص اتعلم تبع المدرسة زي ما حضرتك قلت، مدرسة هتعلمه الوظيفة من A to Z، زي يقدر يقوم بالوظيفة دي كأنه ما يعرفش اي معلومة خالص، لكن هم كل معلومات بيديها له بمنتهى الامانة افضل جودة انه يقدر يقوم بالمهام الوظيفية دي على اكمل وجه. ولكن هو عنده طموح ان هو يدخل كلية whatever، هندسة، طب، عايز يبقى حاجة تكنيشن، عايز عنده طموح عايز يعمله. هل هنا في امكانية ان هو يدخل تبع الجيش كلية او جامعة يونيفرسيتي اللي هو يقدر يتخرج منها كدكتور او مهندس، في هنا الامكانية دي ولا لا؟ ما هو دي الخطوة الجاية اللي انا كنت عايز اكلم حضرتك عليها. انت دلوقتي شغال لابس اليونيفورم وريدي ان سيرف، يعني انت خلاص دخلت الجيش، عنده حاجة اسمها تويشن اسيستنت، ودي تقريبا مش تقريبا هي 4000 دولار الجيش بيقدمها لك في السنة. أوكي. انت ممكن تستخدمي ال 4000 دولار دي ك تقدمي فيها في جامعة، تخلصي بيها كلاسز اونلاين، كورسات اونلاين. يعني ال 4000 دولار دي
منحه تعليميه سنويه بيقدمها الجيش للافراد بتوعه. اوكي. مثال انا مش انا كشخص لكن فور اكزامبل كمثال انا مثلا دخلت سايبر سكيورتي مثلا خلاص ممكن اللجلجه دي تبقى تتشال. انا دخلت مثلا مجال سايبر سكيورتي او مجال هندسه خلينا نقول هندسه تمام وخدت خلصت اللايسنس بتاعتي او خلصت خدت السيرتيفيكت بتاعتي من الجيش بروح اديها للكليه الكليه بتعدلها بيقولي مثلا انت خلصت مثلا 20 يونت او 25 يونت تمام فضلي علشان اخد البكالوريوس مثلا او اتخرج من الجامعه مثلا 120 يونت اوكي تمام ال 120 يونت دول انا ممكن اخدهم خلال الاربع سنين يعني خلينا نقول ان احنا مضينا اربع سنين عقد مع الجيش أوكي. ما تقدريش تخلصي 120 يونت في اربع سنين أوكي. هتدفعي منين تمنهم تمن ال 120 يونت من 4000 ان الجيش بيديها لي كل سنة ودي واحدة دي خطوة واحدة يعني ممكن ال 4000 اللي بيديها لك الجيش كل سنة دي تخلصي انت you are getting paid انت بتاخدي مرتباتك بدلاتك كل حاجه وفي نفس الوقت بتاخدي ال 4000 تمام انت ممكن تخلصي ال 120 يعني تاخدي كل سنه عدد يونتس معينه لغايه ما تخلص لغايه ما تخلصيها خلينا نقول ما خلصتهاش العقد بتاعي خلص بس انا ما خلصتش يعني انا بقول كمثال انا ما اعرفش طبعا هي 120 او اكتر فور اكزامبل يعني هكون كمان بشتغل انت بتشتغلي بتاخدي مرتبك ببدلاتك كل حاجه يعني انت بتقبضي انت امبلويد يعني انت بتقبضي ال 4000 دول غير مرتبك ما لهمش دعوه بمرتبك خالص خلصتي اليونتس بتاعتك اللي انت عايزاها ال 120 يونت دول عشان تاخدي الديجري بتاعك خلصتي ما خلصتيهمش خلاص ما بنقفش عند دي بعد ما بتخرجي من الجيش انهيتي العقد بتاعك في عندنا اللي هي الجي اي بيل دي اللي هي الميزه التعليميه الثانيه الثالثه بقى دلوقتي اللي بيقدمها الجيش الجي اي بيل بيدفع لك لغايه 36 شهر وده مش لون دي جرانت منحه بيديها لك الجيش لان انت خدمتي في الجيش فبيديكي المصاريف 36 شهر مصاريف الجامعه لمده 36 شهر مش بس كده الجي اي بيل دي كمان بيدفع لك بدل سكن على حسب فاكره بدل السكن الحلقه اللي فاتت اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو على حسب الزيب كود اللي موجوده فيه اليونت هو برضو البي اتش ده بتاخديه على حسب الزيب كود بتاع الجامعه فبيدفع لك مصاريف الجامعه وكمان بيدفع لك انت في ايدك بدل سكن الزيب كود اللي موجوده في الجامعه فاصبحنا كده الجيش اداكي ثلاث فرص تتعلمي الفرصه الاولانيه لما علمك في المدرسه واداك السيرتيفيكت او اداك اللايسنس بتاعت الشغلانه اللي انت اخترتيها بعد كده اثناء الخدمه اثناء ما انت بتخدمي الجيش اداكي التويشن اسيستنت اللي هي 4000 كل سنه يعني اداكي فرصه ان انت خلال الاربع سنين ما ان انت بتشتغلي وبتقبضي ملوش دعوه بالمرتب بتاعك اداكي فرصه خلال الاربع سنين ان انت تخلصي الديجري بتاعك اثناء العقد بعد ما خرجتي من الجيش اداكي كمان فرصه عن طريق الجي اي بيل ان هو يدفع لك مصاريف الجامعه وغير مصاريف الجامعه يدفع لك بدل سكن ليكي okay. علشان انت تسكني اوكي okay. الميزه كمان بتاعت الجي اي بيل خلينا نقول انا مش محتاج انا مش عايزه تعليم خلاص انا اكتفيت باللي انا اخدته خلصت الديجري بتاعي مثلا خلال الاربع سنين انا مش عايز اخد ديجري تاني او مش عايز اكمل انا عايز اقف يعني في ناس وهي بتعمل ماستر ديجري وبتاخد بكالوريوس تاني وماستر تاني التعليم
كل ما نهايه بلا نهايه. ومع الجيش انت كل يوم في فرصه جديده الشكل. بنمي من نفسي. بتنمي من نفسك. وبعدين كل كورس انت بتاخديه، كل سيرتيفيكت انت بتاخديها، كل تريننج انت بتاخديه، انت بتحوليه لكريدت اورز مع لانه معتمد. يعني معظم الكلاسز، معظم السيرتيفيكتس ان ما كانش كلها معتمده من الجامعات المدنيه. اوكي. لكن انا خلاص انا مش عايز، انا مش عايز دراسه، اكتفيت كده. اكتفيت. عندي الجي اي بيل دي ممكن اديها لمراتي وممكن اديها لاولادي. انا كمثال حي، انا الجي اي بيل بتاعتي، انا عندي بنتي في جامعه، فالجي اي بيل بتاعتي حولتها لبنتي اللي في الجامعه، يعني بنتي اللي في الجامعه هي اللي هتستخدم البنفيت دي. فالجي اي بيل يا اما انت تستخدميها او السيجنيفيكانت اذر، سواء الزوج او الزوجه. اوكي. او الديبندنت. طب هنا أو بقى هل تعتبر دي منحه ولا لون؟ يعني هل دي تعتبر منحه ولا قرض انا مطالب ان انا اسدده لكن بفوائد اقل او حاجه زي لا كده؟ لا، هو مش لون خالص، ولا انت مطالبه ان انت تسدديه يعني خالص. يعني دي تعتبر منحه. دي منحه، انت اوريدي دفعتي تمام. اوكي. لما انت مضيتي العقد ودخلتي وحطيتي اليونيفورم، من المميزات اللي بيقدمها لك الجيش عشان يقول لك ثانك يو، منها الجي اي بيل. اوكي. حضرتك هنا قلت لنا ان بيبقى الاول بيبقى داخل الجيش، هو خلاص تم القبول بتاعه، بيمضي عقد سواء بارت تايم اللي هو 6 سنين او فول تايم بيبقى عباره عن 4 سنين. احنا هنا اتكلمنا فور اكزامبل ان حد كان في جامعه لكن ما خلصش الكورسز بتاعته لكن بيكملها تبع الجيش. لو حد مخلص يا دوبك الهاي سكول وقدم في الجيش واتقبل لكن هو عايز يخش يونيفرسيتي تبع الجيش، هنا السؤال بقى، هل هنا يقدر في خلال ال4 سنين بتاعت العقد العمل بتاعه يدخل يونيفرسيتي تبع الجيش ويكمل بعد كده الجي اي بيل اللي حضرتك قلت عليه؟ وهنا بقى هو هيكون مطالب ان هو يؤدي مهام وظيفته، هل هيقدر يوفق بين الدراسة والتعليم ولا لا؟ هو في لغط. أيوة. هو مفيش يونيفرسيتي تبع الجيش. اي احنا نفهم بقى النقطه دي. هو انت علشان تروحي السكول بتاعت الجيش او المدرسه بتاعت الجيش. تمام. هي مدرسه او اكاديميه متخصصه في الوظيفه اللي انت راح تقدمي عليها، راح تقدمي عليها اللي انت اخترتيها. فانت علشان تروحي المدرسه دي انت لازم تكوني اوريدي مضيتي عقد ودخلتي الجيش. يعني أنا لما بدخل الجيش أوكي. على الوظيفة دي بناء عليه الجيش أوكي. بيوديني المدرسة دي. أوكي. إحنا أنا فهمت من حضرتك النقطة دي إن حضرتك وضحت لنا في الحلقة اللي فاتت لو بيبقى فيه تنسيق داخلي تبع الجيش فور إكزامبل زي كأنه تنسيق داخلي بيعمل امتحان وبيشوف أني وظيفة هو مؤهل ليها بيوجهه ليها وبيقولوا له ان المدرسه دي هتعلمك الوظيفه دي من اي تو زي لحد ما نضمن ان انت تقدر تقوم بيها على اكمل وجه. بالظبط. لان ده جيش. بالظبط. في اي دوله موضوع الجيش بيبقى لازم يقوم بالمهام بتاعته المطلوبه على اكمل وجه. بالظبط. اوكي. لكن هو هنا مش هنكر عليك، انا هكون صريحه معاك جدا، هو هنا هدفه الطالب ده او الولد او البنت دي مش هدفهم الوظيفه، هو هدفهم ان عايز يخش الجامعه. من هنا الجامعات غاليه جدا، فبيبقى هم ما عندهمش امكانيات ان يصرفوا مصاريف او ياخدوا لونز للجامعه. هو هنا عايز يخش الجامعه ويحقق طموحه وطموح بابا ومامته المهاجرين عشانه، ده هدفه ان هو عايز ياخد شهاده جامعيه ولكن من خلال المؤسسه العسكريه، وده حق مكفول. يعني مش كل الناس بتخش الجيش علشان في اهداف ماليه، في اهداف ماديه زي ما قلنا، في اهداف ان هو تحسين الوضع المعيشي، في من ضمن الاهداف هدف أهداف التعليم. تعليميه. انا داخل الجيش داخل علشان الهدف، أتعلم. علشان الهدف ده، علشان انا عايز اتعلم. فالجيش اداكي 3 فرص. الفرصه الاولانيه لما دخلك المدرسه بتاعته، الفرصه الثانيه وانت بتخدمي اداكي التويشن اسيستنت اللي هم ال$4,000 في السنه، ما خلصتيش اداكي فرصه ثالثه بعد ما تخرجي خالص من الجيش
ان انت تستخدمي الجي اي بيل دي اللي هي المنحه التعليميه دي. المنحه التعليميه دي انت بتستخدميها في اي جامعه في العالم. اوكي ممتاز. يعني هنا بعد ما اخلص العقد بتاعي سواء بارت تايم او فول تايم انا بتعلم تبع المدرسه بتاعتي، اشوف انا خلصت الكورسات اللي انا خلصتها ايه، وبعد كده انا لو ناقصني حاجه تانية بمجرد انتهاء العقد انا عندي هنا اوبشن ان انا او عندي ميزه الجيش بيقدمها لي ان انا اقدر اكمل بجي اي بيل. ده ما يعتبرش لون، ده منحه في اي جامعه انا بختارها، وبقول للجيش انا اخترت الجامعه دي وانا نهيت العقد معاكم على اكمل وجه. هنا بقى السؤال، هو طبعا خلص الجامعه، اتخرج مهندس، اتخرج دكتور، لكن هو حب الحياه العسكريه بكل مميزاتها، هل هو هنا يقدر يرجع بعد ما خلص الشهاده بتاعته ان هو يقدر يكمل العقد بتاعه ولا لا؟ بعد ما خلص يعمل الشهاده عقد جديد، يعمل عقد لان اوريدي العقد الاولاني انتهى. بالظبط، يعمل عقد جديد طالما ما زالت الشروط بتنطبق عليه. شروط اللي هي السن، نفكر السادة المشاهدين بيها، شروط السن، الحالة الاجتماعية ما تغيرتش، ما كانش في يعني ما كانش في اي مشاكل جديدة، لان هو طبعا اتغير في فرق سنين كمان يعني فيزيكلي ومنتلي لسه فت ان هو يدخل، سنه ما تخطاش السن الغير مسموح به، مفيش طبعا اي مشاكل. واذا كان انهى خدمته او انهى عقده الاولاني خدمه او خرج بخدمه مشرفه. اوكي. فطالما قادر وطالما مفيش اي حاجه اتغيرت، طالما ما زالت الشروط بتاعت القبول لسه بتنطبق عليه، ما عندناش اي مشكله ان هو يرجع تاني. نرجع بقى لاشخاص تانية في اوبشن تاني. هو خلص خلاص الجامعه بتاعته وخد الجي اي بيل وربنا باركه، لكن مش حابب يرجع الجيش، هل هنا بيبقى عليه اي التزامات ولا اقول له عشان انت مش هترجع الجيش تاني فانت مطالب تسدد اللون ده ولا خلص؟ لا خلاص هو خلص مجرد خلص. يعني ممكن يعمل عقد لمده 4 سنين بس ويستفيد بالموضوع الجي اي بيل وانتهينا والموضوع خلص عليك. وانتهينا زي ما بقول لحضرتك، هو حق مقفول. يعني انا داخل الجيش داخل علشان هدف التعليم، خلاص اوكي خلصت العقد بتاعي، اخدت البنفيتس بتاعت التعليم وخلص. أوكي. الجيش مش هيطلب منك الفلوس دي بقى. أوكي. يعني انت اوريدي دي كانت من ضمن الباكج، كانت من ضمن المميزات اللي الجيش اداها لك. يعني ما هياش لون انا الشخص مطالب ان هو يرجعه. لا هنا عندي سؤال تاني، واسمح لي حضرتك انا بتكلم بصفة المشاهدين. هنا بعض المشاهدين بيبتدوا يلاقوا موضوع جيش، احنا كجالية عربية عموما جيش امريكي، يعني احنا ولادنا عرب، يعني احنا ولادنا هيعانوا من العنصرية، احنا ولادنا هيضحوا بيهم زي ما بيقولوا اول ما يجي، ربنا ما يجيب حروب ابدا يا رب في العالم كله، يعم سلام يا رب في العالم كله، ما يكونش في حروب ابدا ابدا، سلام يعم في العالم كله يا رب. لكن لو لا قدر الله حصلت اي ظروف، حصلت حروب، يقول لك اول ناس في الصفوف الاولى بيضحوا بيهم هم اولاد العرب. هل انا حضرتك خبره 16 سنه في المجال ده، هل حضرتك من خلال خبرتك تقول ما ننكرش ان احنا بنسمع الكلام ما ننكرش دي حقيقة وبنسمع الكلام ده كتير احنا كجالية عربية كتير. يعني بالزبط. ده واقع احنا عايشينه. بالزبط. ممكن يكون احنا كمهاجرين بنلاقي صعوبة جدا في الحياة هنا، فبنبقى عايزين نشوف اي فرصة نقدر نقدمها لولادنا، لان احنا الحياة كلها صعبة، فهم شايفين فرصة ان هم يلتحقوا بالجيش دي فرصة كويسة، نفس الوقت هم بين نار تانية قلقانين على أولادهم. لأما يطلع الكلام ده حقيقي، احنا أولادنا بيضحي بيهم، احنا أولادنا بيتحطوا في الصفوف الأولى، احنا أولادنا مش بينالوا التدريب الكافي زي بقية الناس التانية، احنا أولادنا هكمل وهسيب لحضرتك كل الفرصة، تحت أمرك، لا أولادنا بيحصل لهم حاجة كده بيرجعوا تعبانين نفسيا من موضوع الجيش ده. طيب ناخدها خطوة خطوة. مبدئيا كده ما فيش فيها كذب، ما فيش فيها
في صال. وده اللي اداني جرأة ان اسال حضرتك السؤال ده. لان حضرتك في الاول وفي الاخر عربي ودول اخواتك وقرايبك اكيد واحد منهم. بالظبط. الجيش ما فيش فيه تمييز. في قوانين واضحه وصريحه في التعامل مع اي حد يميز. في اي او ايكوال اوبورتونيتي. الجميع سواسيه. بنسمي الجيش عندنا ميلتينج بوت. تخيلي اي مكان في العالم كده. اي دوله. جه امريكا بقى مهاجر، يعني هاجر لامريكا وبقى سيتيزن وقرر ان هو يخش الجيش، هتلاقيه في الجيش. عندنا ناس من كل حته. لكن بيجمعنا كلنا اليونيفورم اليوس ارمي والعلم. مفيش تمييز. لو ثبت تحت اي ظرف من الظروف، بصي مفيش حاجه 100% بيرفكت. اوكي. احنا بشر والبشر وارد كل الأخطاء. واحد بايسز، يعني انا عندي ماي اون، يعني عندي انا قناعاتي وطريقه تفكيري وطريقه مثلا انا بحب فلان انا ما بحبش في شخص تاني. لا احنا بشر. تمام. الجيش ملوش دعوه انت بشر ولا مش بشر. في الجيش رولز. عنده رولز وعنده قوانين وعنده ريجوليشن. انت فيوليتد او خرقت القوانين دي او خرجت او حتى عنها، انت كده عندك مشكله. بيبقى في تحقيق، بيبقى في، ولو ثبت. يعني مثال، انا مثلا في سوبرفايزر او ليدنج بوزيشن، خلاص بترقى، جه ثبت عليا ان انا عملت تمييز عنصري ضد مدام سماح علشان هي مثلا فيميل، اصلها او علشان هي مثلا اصلها عربي او لونها كذا او دينها كذا او شكلها كذا، انا عملت تمييز ميزت ضدها. بيحصل تحقيق، والتحقيق ده نتيجته بتتعرض على اعلى قياده موجوده في الوحده بتاعتك. مش بس الوحده، لا ده احنا بنطلع للرتب الاعلى. للرتب الاعلى بيتعرض لقائد، مثلا قائد الكتيبه او قائد اللواء، نتيجه التحقيق بتتحط على مكتبه. والمحقق اللي بيحقق في التحقيق ده في النوع ده من القواضي بالذات، ما حدش له سلطه عليه، يعني قراره منه لنفسه. بيكتب التحقيق، بيحقق فيه، بيكتب نتيجه الايفيدنس، بيكتب الاوتكم بتاع التحقيق، وبيعرض الملف كله على اعلى رتبه موجوده في الوحده. خلاص. وثبت ان انا ميزت ضدك. منصور خلاص ده كاريره انتهى خلاص. لان هي دي بتتحط في الملف بتاعه. هو كسر الرولز الاساسيه، انا ممنوع. ومش اي رولز. ومش اي رولز. الاي او بالذات او الهراسمنتس او اي نوع من الفيوليشنز دي، دي ما فيش فيها تفاهم، والجيش ما عندوش تهاون فيها. اوكي. دي حقيقه واحده وصارمه. ثبت، انا انتهيت. فما فيش حد عايز يضحي. فيه. تمام. مش حبك. أوكي. بس انا ما اقدرش اعملك وحش. ما اقدرش اهينك. موضوع الاهانه ده حاجه ما فيش فيها تفاهم. ما اقدرش ان انا اشيلك من بوزيشن واوديك بوزيشن تاني علشان انت، ما اقدرش استقصدك، ما اقدرش يبقى في فرصه جايه لك وانا امنعها منك. لانه خلي بالك في تعليم مستمر، في دورات تدريبيه مستمره، في سفر مستمر،
المجال بتاعك مثلا في سيرتيف في حاجه جديده ظهرت فيه، فاحنا محتاجين نبعتك المدرسه الفلانيه او الجامعه الفلانيه في الدوله الفلانيه مثلا او المكان الفلاني علشان تاخد احدث خبره او تاخد احدث تعليم وصل له العالم في الحته دي. دي طبعا من مميزات تانية، مميزات. فانا بجيب من القديم والجديد. اوكي. بس انا يعني استحضرتني، فانت فرص ان انت تي دي وايز كتيره، بتسافر كتير، بتتعلم كتير. ما اقدرش انا كسوبرفايزر مثلا ان هو سماه احجمك. احجمك ان انا اشيلك من سكول مثلا او اشيلك من مدرسه، أأيد المكان اللي انت فيه. ما اقدرش. ولو ثبت انا الكارير بتاعي خلص. نيجي بقى عند نقطه بيضحوا بولادنا. بيضحوا ولادنا بيبقوا في الصفوف الاولى، واول ما يحصل اي حاجه، احنا قلنا ربنا ما يجيب حروب ابدا يا رب في اي مكان في العالم، يا رب. فاول ما يكون في حرب ولادنا ولاد العرب هم اللي بيضحوا بيهم. الكلام ده مش مظبوط. عندنا ثقافه بين قوسين ما بيحبوش العرب. لا، الكلام ده مش مظبوط. تاني، زي اي حد موجود، لا زيادة ولا نقصان. يعني هو ما بيعاملنيش بزيادة علشان أنا عربي، أو بيعاملني بنقصان أو عشان أنا من أصول عربية، لا بالزيادة ولا بالنقصان، الكل بيتعامل سواسية. لكن من عندي أنا الكلام ده مش مظبوط، لأنه أنت أو أنا في اليونيفورم، أنا أسيت، أنا الجيش استثمر فيا، الجيش صرف عليا تعليم، صرف عليا إقامة، صرف عليا مرتبات، صرف عليا باك جراوند انفستيجيشنز، صرف. فأنا انفستمنت، بل على العكس يعني أكتر كمان. أنا من أصول عربية، مش ساعات الإنجليزي ما بيبقاش أحسن حاجة. اللي جاي جديد بيبقى غير الأكسنت، ما فيش إنجليزي خالص. فالجيش، وانا قلت انا عايز ادخل الجيش ودخلت الجيش، الجيش بيبعتك مدرسه وكليه تتعلمي انجليزي، فانت بتكلفيه فلوس اكتر من اللي هو الطبيعي اللي مولود هنا. انت بتقفي على الجيش بخساره اكتر. يعني هو يعني بيدفع اكتر عشان يقدر ان هو يوصلني لدرجة ان انا يبقى زي ابن البلد اللي هنا. مش هيضحي بيك، مش هيحطك في الصفوف، يعني مش هيصرف اكتر علشان يحطك في الصفوف الامامي. انت فاهمة انا عايز اوصل دي إيه؟ ثقافة وحضرتك ما ودي يعني وانا ده كلام بيتقال وانا سمعتها كذا مرة وشفتها كذا مرة. بس يعني انا عايز اقول حضرتك حاجة، دي حقيقة. انا بقالي 16 سنة في الجيش، ربنا يخليك، ما حطنيش في الصفوف الأمامية. ربنا يخليك يا رب ويحافظ عليك. وما ضحوش بيا. ربنا يحافظ عليك يا رب. وأنا وغيري. أوكي. هو حقيقة الكلام ده مش مظبوط. نرجع بقى لنقطة تانية، إن الآباء والأمهات، إحنا ولادنا دول إحنا متغربين عشانهم يعني. أكيد. أغلى حاجة أكيد. في حياتنا يعني. أكيد. ربنا يحافظ أكيد. يا رب أكيد. على كل أب وأم لأولادهم يا رب. الولد او البنت لما بيروحوا الجيش بيرجع نفسيته متدمره. لا ده بيأذوا ولادنا، ده بيعملوا فيهم حاجه، ده بيتعبوهم نفسيا. الكلام ده احنا سمعناه متداول وبيتقال، ومش هنقدر ننكر ان هو بيتقال. مدى حقيقه الكلام ده ايه؟ طيب، هو بيرجع متغير. انا هكون صريح معاك. ايوه، هو انت هتقلقنا ولا ايه؟ بيرجع متغير ايه؟ هو فعلا بيرجع متغير. ايوه، بس متغير من انهي ناحيه بقى؟ ما هي وهو هي دي النقطه. أيوة. بيرجع متغير من انهي ناحيه؟ بيرجع متغير عنده انضباط. اوكي، اذا كان كده اوكي، هنودي ولادنا كلهم هناك. احنا عايزين ولادنا كلنا يبقوا منضبطين. بيرجع متغير عنده انضباط، بيرجع متغير قادر يعتمد على نفسه، لانه الجيش بس مش بيعلم المهنة أو الوظيفة، الجيش بيزرع فيكي اللي احنا بنسميه الـ intangible skills. يعلمك ازاي تعتمدي على نفسك، يعلمك ازاي تقدري تاخدي قرارات لنفسك، ازاي تدرسي البيئة اللي موجودة حواليكي، وازاي تبقي عارفة تتصرفي وتتعاملي. الكلام ده كله محتاج وقت، محتاج
اسلوب معين في تحويل الشخص من الحياه المدنيه للحياه العسكريه. اكيد. فطبعا هيرجع متغير، مش هيرجع ابني او بنتي اللي كان بيقوم من النوم الساعه 11 الظهر 12 الظهر الساعه، لا هيرجع لانه اتحط على نظام في انضباط وفي التزام، هيقوم في ساعه معينه، هياكل في ساعه معينه، هو ده هو ده التريننج، ده جيش، هو ده التريننج، هو ده تحويل الشخص على روتين معين، روتين معين بالظبط، هو تحويل الشخص من الحياه المدنيه للحياه العسكريه، للحياه العسكريه. اوكي. ولكن ده مش معناه ان انا احول الانسان المدني من الحياه المدنيه للحياه العسكريه، ودي برضو قوانين ولوائح ان انا اضغط عليه. دي قوانين ولوائح محطوطه وبيشرف على تنفيذها اعلى قيادات في الجيش. ما ينفعش ان انا في سبيل تحويل المدني ده للعسكري ان انا اهينه. ما ينفعش ان انا امد ايدي عليه. ما ينفعش اضغط عليه. ما ينفعش اضغط في حدود. وضغط مش يعني لا ضغط ان انا اخليه يعمل تمارين رياضيه، اخليه يعمل بوش ابس مثلا، اخليه يعمل سيت ابس. يعني الضغط يعني بيصبو ان انا اقوي بدنيا. اوكي. انما اهينه ما اقدرش، اشتمه ما اقدرش، امد ايدي عليه ما اقدرش، اتعرض له ما اقدرش، في مسافه ما بيني وما بين الشخص ده ما اقدرش انا اقرب اكتر منه. لو حصل دي مش بس انا خسرت الكارير، لا لان طبقا لقواعد الجيش ممكن اطرد خالص. اوكي. يعني مش بس ان انا اتشال من البوزيشن، لا انا ممكن اترفد من الجيش. ويبقى ان انا خرجت بدون اي بنفيتس، بدون اي حاجه خالص. ما ينفعش ان انا يبقى عندي، او حتى مش بس الطالب، او مش بس المتقدم الجديد اللي هو لسه داخل البيسك تريننج والاي اي تي، لا كمان العساكر بتوع، يعني انا ما اقدرش الشغالين تحت ايدي ما اقدرش ان انا اهينه، ما اقدرش ان انا اشتمه، ما اقدرش ان انا امد ايدي عليه. ما فيش الثقافه دي. ولو ثبت انا الكارير انتهى وكمان اطرد من الجيش، بل ممكن توصل لاقصى من كده، ممكن اخش سجن، ممكن فيها سجن وحبس. فيها سجن، يعني فيها سجن وفيها حبس. فمعنى ان هو راجع نفسيا متدمر، مش متدمر. انا اسف، الكلام ده مش مظبوط. هو بيرجع متغير، انا متفق معاكي، بس بيرجع للافضل، بيرجع قادر ياخد قراراته، بيرجع قادر يعتمد على نفسه، بيراجع اكتسب خبرة، اتعلم، بقى عنده روتين في حياته قادر يكمل عليه. اوكي. هنا عندي سؤال، لو حد رحت عمل عقد مع الجيش وبعد كده دخل كلية واستفاد بالمنحة اللي الجيش بيقدمها ان هو يقدر يتعلم مع الجيش من غير ما يسدد اللون ده، هو مش لون، هو مش لون، ان yeah, هو دي yeah. منحة. yes. اوكي. طيب هنا بقى، هل هنا بيستفيد بعد ما خلص العقد بكل المميزات الجيش كأنه هو اشتغل مع الجيش وبعد كده طلع ريتايرمنت، ولا لا مش بيستفيد بالبنفيت دي، ولا بيستفيد بيها؟ لا معلش اشرحي لي دي تاني السؤال. اوكي. انا طالب دخلت الجيش وانا عندي 18 سنة، مضيت عقد، اتعلمت مع الجيش وفي نفس الوقت اشتغلت في المدارس او الوظيفة اللي انا تهيأ لي ليها للجيش، وبعد كده انا وخدمت الجيش وفيست اليونيفورم وعملت كل حاجة، قضيت الاربع سنين كاملة وخدت الكورتس كمان، وانا في الاربع سنين دي للجيش قال لي المفروض تاخديها. لا هو الجيش ما بيفرضش عليك اللي انا داخل ده، هدفي انا داخل الجيش عشان اتعلم انمي من نفسي. ما احنا
انا بكون مع حضرتك صريحه جدا، في ناس هدفهم مش الخدمه العسكريه، التعليم. في ناس هدفهم المميزات اللي بيقدمها الخدمه العسكريه دي، فانا عشان اخد المميزات لازم اادي الخدمه العسكريه او صحيح. لازم ادخل من صحيح. البوابه دي بالظبط ليجل. اوكي، لكن هنا السؤال، انا خدت المنحه اللي الجيش قال لي عليها بعد ما خلصت الاربع سنين وتعلمت وخلصت اليونيفرسيتي، هل هنا بتعامل كاني واحد خلصت الجيش وباخد فول بنفيت بعد ما خلصت الجيش، ولا ما باخدش البنفيت بتاعتي؟ بص، في بنفيت بتقدري تاخديها بعد ما تنتهي خدمتك، عدد سنين خدمتك، يعني البنفيت التعليميه، التعليم، المنحه التعليميه، البنفيت دي خلاص انتهى العقد بتاعك وبتاخديها. انما الفول بنفيتس اللي حضرتك قصدك عليها دي بتتاخد بعد 20 سنه خدمه، بعد ال 20 سنه بتاخدي مرتب التقاعد، بتاخدي الميديكال انشورنس بتاعك لعيلتك، ده بعد ال 20 سنه. اقل من 20 سنه في بنفيتس معينه انت بتاخديها زي التعليم. أوكي. اكتر من كده أوكي. الا ايوه، الا لو انت خرجتي من الجيش ميديكلي، يعني ايه بقى اثناء الخدمه بتاعتك وقعتي، حصل حاجه كده، لا قدر الله، لا قدر الله طبعا، ما حدش يتمنى حاجه زي كده، وخرجتي من الجيش ميديكلي، ساعتها بيديكي البنفيتس بتاعت وبتبقى على نسب، يعني على حسب، زي عندنا بيقول لك مثلا اللجنه الطبيه قالت ده عنده اصابه مثلا 10%، 15%، 20%، 30%، على حسب بيحدد لك البنفيتس بتاعتك. لكن مفيش اي حاجه خالص، مفيش غير البنفيت اللي هي بتاعت الجي اي بيل. اي بنفيتس ثانيه بتاخديها بعد ال 20 سنه خدمه. اوكي تمام. نيجي هنا بقى عند السؤال اللي دايما الساده المشاهدين بيسالوه، ايه تاني مميزات نقدر ناخدها من الجيش؟ احنا اتكلمنا عن المميزات الماديه، قلنا المرتب الثابت في ازدياد، المنافس لاي مرتب تاني موجود في السيفيليان سيكتور، التعليم، اتكلمنا عن المميزات الطبية او البنفيتس، الميديكال بنفيتس، اتكلمنا عن الخبرة، الاكسبيرينس اللي بتاخديها اثناء الشغل، اتكلم عن معنويا، انت وانت لابسة اليونيفورم وماشية في الشارع، برايد، يعني فخورة بنفسك، فخورة والناس بتيجي تسلم عليكي، ثانك يو فور يور سيرفيس، مسافره مثلا على طيران اوتوماتيكلي يعني دي طبعا بتبقى لفته، يعني مش بيحصل باستمرار، بس بتبقى لفته لطيفه منهم، بابجريد، يحطوكي يقعدوكي في الفيرست كلاس، الديسكاونتس معنويا، دي حاجه معنويه بتفرق، بتحس ان انت بتقدم خدمه او شخص ذو قيمه. بالظبط، يعني هو مش بس ماديا، قلنا ماديا، طبيا، اكسبيرينس، تعليم، معنويا، هيلث انشورنس، الهيلث انشورنس، عايزه ايه تاني؟ لا ده كده كتير جدا، ربنا يبارك يا رب. لا هو بصي، هو في الجيش فرصه، زي ما البلد هنا مليانه فرص، ما تخليش حياتك تضيع، شوف انهي فرصه تناسبك واستغل الفرصه. انا عارفه ان السؤال ده انا بحبهوش، والساده برضو الضيوف برضو مش بيحبوه، بس احنا لازم نقوله عشان نكون امناء جدا في كل حاجه. كل حاجه ليها ميزه وليها عيب، ليها أكيد. حاجه سهله وليها حاجه صعبه. اكيد. هنا عايزين نعرف زي ما حضرتك عودتنا جدا بأمانة حضرتك، ايه هي الصعوبات اللي بتقابل اي حد احنا بنتعامل مع الجيش الامريكي او النموذج الناجح اللي حضرتك النهارده موجود معانا بتمثله، ان هو فرصه
زي ما حضرتك قلت، مجال هو عليه الاختيار هو عايز يعمل ايه. لازم نوضح المجال ده ايه هو، زي ما وضحنا مميزاته لازم نعرف هو كمان مقبل على ايه، ايه هي مدى الصعوبات اللي يقدر يواجهها. احنا كل حاجة كويسة جدا عرفناها نشكر ربنا، لكن اكيد في صعوبات محدش يعرفها غير ذو خبرة، حد موجود في المجال ده بقاله فترة طويلة زي حضرتك، يقدر عنده أمانة زي حضرتك، تقدر تقول لنا بمنتهى الأمانة ايه الصعوبات اللي تقدر تواجه اي حد مقبل على مجال ان هو يدخل الكيش الامريكي كوظيفة وتعليم. وربنا يبارك كل الناس يا رب. ربنا يخليك. بصي انا هكون امين معاكي، مش هقول لك لا، ما فيش عيوب، كلها مميزات، مفيش حاجة اسمها مفيش حاجة كده في الدنيا، في مميزات وفي عيوب. بس اللي انا اشوفه عيب انت ممكن تشوفيه ميزه، اللي انا اشوفه ميزه انت ما يناسبكيش، هي فرديه اكيد يعني، هي كل واحد على حسب بيبص لها من اي زاويه. حاجات تعبتني انا شخصيا النقل. النقل الموفينج. انا وعيلتي، بس انت ما بتنقليش لوحدك، انت بتنقلي انت وعيلتك، وده بيسبب عدم استقرار. عدم استقرار صحيح. يعني انا كل 3 سنين او 4 سنين ممكن 5 بس مش اكتر من كده، كل 3 سنين 4 سنين بنقل. بنقل ولاية تانية، بنقل مكان تاني. فالنقل بيتعبني انا. صحيح انت ما بتنقليش بنفسك، يعني الجيش بيعين لك شركة نقل اكسبيرينس، بيجي الشركة بتشيل كل حاجة، كل حاجة بتباك، بتسيل، بتنقل البيت باللي فيه. لكن انا ما بحبش نقل. اصل نقل معناه علاقات جديدة، اصدقاء جداد في مكان جديد. وبعدين انت مش لوحدك، انت معاكي اسرة. فدي من الصعوبات اللي انا ما بحبهاش. طب هنا ينفع لو في حد مثلا تعرض للموقف ده، ينفع يطلب ان هو مش عايز يتنقل، عايز يثبت في المكان ده؟ هل في الاوبشن ده ولا لا؟ في يعني ولا يعني، ما هو اوكي، ما انت هتقعدي في المكان ده بس الامتى؟ ما هو انت ممكن تجددي مره بس ويتوافق عليها، بس مش اكتر من كده. في طبعا انا مثلا في مره من المرات جددت، لان بنتي في ثانويه عامه، فانا مش عايزه انقل غير لما بنتي تخلص الهاي سكول بتاعتها. يعني في اعتبارات انسانيه بيتنظر لها طبعا وبيتوافق عليها على طول. لكن ما بتقدريش تجددي كتير. ده كان بالنسبه لي انا، دي من الحاجات اللي انا يعني حسيت ان هي بتضايق. يعني مش كل الناس متقبله ان هي تنقل. في ناس ثانيه ممكن تكون ناس دي بالنسبه لها ميزه، ان كل مره مكان جديد، اصدقاء جديد، بيت جديد، فكله بيبقى مختلف. ده بالنسبه لها ده ميزه، هي بتحب الانتقال والسفر. مراتي كده يعني. في ناس تحب كده وفي ناس ما تحبش كده. انا ما بحبش النقل. فدي في رايي انا دي عيوب. في ناس تقول لك لا دي ميزه. في رأيي التاني ايه تاني صعوبات؟ احنا مش هنقول عيوب، احنا هنقول صعوبات. ايه تاني صعوبات؟ صعوبات اللي هو طبعا الفترة بتاعت التدريب، انت رايح تدريب، اللي هي قد ايه بقى فترة التدريب دي بقى؟ هو على حسب الشغلانة اللي انت اخترتيها. يعني في كليات او في مدارس شهرين، في 3، في 6، في سنة، على حسب. انا عندي مشكلة في الصحيان بدري. يعني 16 سنة بس عندي مشكلة في الصحيان بدري. اوكي. اللي داخل جديد بقى، في ناس ما بتحبش الانضباط، حياتها كلها بتختلف، هو مش قادر يتقبل دي.
فدي هتبقى صعوبة. انت وفي ناس ما بتحبش الاوردرز، انت في الجيش مطالب ان كل حاجة باي اوردر. بالظبط. انت في ناس ما تحبش حد يديها اوامر، انا صوتي من دماغي ما حدش يمشيني. بالظبط. فدي بتلاقي صعوبة جامدة جدا. بالظبط. لازم تبقى عارفة ان هي داخلة، فان هي لازم تمشي على الاوردرز وتقول حاضر. ده جيش يعني ديسبلين. ما فيش يعني هزار. في امر بيطلع شخص هينفذ. يعني ما فيش فيها تفاهم يعني. في ناس ما بتحبش كده، في ناس ما بتحبش الباص يعني. يعني انا ما احبش حد يمشيني. حد يبقى فوقية او متسلط علي. كل واحد ولو باص بتاعي، انا عندي الباص والباص بتاعي عنده باص بالظبط. وده تسلسل فاهم. اوكي. وفي روتين كمان، وفي روتين ملزم طول الوقت ان تصحى في ميعاد معين تعمل الحاجة الفرنية، حاجة تعملها زي ما حضرتك قلت لمدة 16 سنة مثلا. في ناس ما تتقبلش، في ناس ما تقدرش تتقبل الروتين، شخصيتها ما تتقبلهاش. يعني at the end of the day اللي أنا أقبله إنتي ما تقبلهوش. كل واحد بيبص للكوباية من وجهة نظره هو. من وجهة نظره هو. ولكن لو جينا شفنا المميزات ونقارنها، حجم المميزات بحجم الصعوبات، بحجم الصعوبات، مش هنستخدم العيوب، ما فيش عيوب. حجم الصعوبات بيتهيالي كفة المميزات. يعني اي انسان عاقل بيعمل مقارنة فير هيقدر ياخد قرار سليم. شكرا لحضرتك حضرة الضابط أيوب منصور، ربنا يخليكي. نورتنا. وفعلا شكرا لأمانتك جدا جدا في كل كلمة حضرتك قلتها. شرف لينا ان احنا عملنا حلقة مع حضرتك، حلقتين مع حضرتك، بجد نورتنا بمعنى الكلمة، نورت معلوماتنا. كنت امين جدا في كل الاسئلة اللي سألت حضرتك عليها، جاوبت عن امانة عن خبرة، قدرت على قد ما تقدر توضح الصورة فعلا كأننا احنا اشخاص عايشين التجربة مع حضرتك. أشكرك. فعلا فشكرا ليك وشكرا لامانتك، ودايما ناجح وربنا يحافظ عليك، وزي ما قلنا ربنا يخلي سلام يا رب في كل العالم، ما يجيبش في حروب ولا خطر ابدا في اي مكان في العالم يا رب. وشكرا ليك مره ثانيه. اشكرك واشكر فريق الاعداد واشكر جمهورك الكريم. شكرا لحضرتك. شكرا جدا اعزائي المشاهدين لحسن المتابعه، وشكرا جدا لحضره الضابط ايوب منصور ان هو جه النهارده يجاوب على اسئلتنا. دي تقريبا تاني حلقة هو عملها معانا، جاوب على كل حاجة احنا سألناها بناء على طلب حضراتكم، بناء على اسئلة حضراتكم اللي حضراتكم بعتوها لينا وتوصلتوا معانا. يا رب نكون قدرنا النهاردة نفيدكم بعرض نموذج ناجح جديد في مجال مختلف، ويا رب انتوا كمان تكونوا نماذج ناجحة. كونوا معايا هنا في البرنامج تعلنوا قصة نجاحكم. الى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج نماذج ناجحة. النهارده معانا نموذج ناجح جدا. يا رب كلكم تنجحوا، يا رب كلكم تبقوا نماذج ناجحه.